نعم، هاي الواجهة الخارجية اللي لما بنفتح الأوتوكاد بنلاقيها اسمها الستارت سكرين. بتتألف من 3 أقسام، القسم الأول Getting Started، القسم الثاني Recent، والقسم الثالث الأناونسمنتس أو الإشعارات. القائمة الأولى اللي هي Get Started فيها Open Menu. الأوبن إنه هي نفتح ملفات موجودة عنا إياها على اللابتوب، موجودة بالكمبيوتر بس نفتحها. أما النيو فهي نبدأ ملف من أول وجديد. إذا ضغطنا على الأسهم بيطلع معنا أوبن فايلز، ومندور داخل الكمبيوتر على الملف اللي بدنا إياه. ثواني. أما القائمة الثانية نيو أو الخيار الثاني نيو، فهو بيفتح لي ملف جديد. الملف الجديد هو عبارة، بيكون عندنا شيء بالأوتوكاد اسمه تيمبلتس أو نماذج. هاي النماذج بيكون فيها بريسيتس أو إعدادات جاهزة مسبقا، مثل نوع الواحدات، نوع الخطوط، إعدادات الطباعة، هي كلها موجودة بالتيمبلتات. الأوتوكاد عنده تيمبلت تلقائي صفر، هو ما فيه شيء. نحن بنبلش فيه وبنعدل فيه، اسمه اكاد دي دبليو تي. هاد تمام، ونحن تلقائيا بس نفتح الاوتوكاد دغري رح يفتح لنا هذا التمبلت بشكل تلقائي. خلينا نضغط، رح نضغط عليه بعد شوي نكمل هون حديثنا. الريسنت فايلز هون رح يفتح لي هون الملفات اللي فتحتها مؤخرا وتصفحتها مؤخرا. هلا ممكن انا اكون عم بشتغل على ملف ومضطر افتح ملفات تانية لاخذ منها شيء او اشيك على شيء، وما بدي هذا الملف يروح مني. مثلا انا فاتحة، عفوا، انا فاتحة مثلا L1 drawing وبدي يضله ثابت، ما بدي يروح كل ما فتحت ملف يختفي او ينزل لتحت. ففي عندي خيار هون اسمه البن، بن this document، ثبت لي اياه، بخلي لي اياه اول عنصر. قد ما فتحت ملفات بضله هو فوق، ما بيروح. ممكن بس اخلص منه اشيل البين من عنه، اشيل الدبوس ويرجع، يعني كل ما فتحت ملف ينزل لتحت كمان. في عندنا خيارات للعرض، اما مربعات او قوائم او ليستة. تمام. القسم الاخير من شاشة البدء هي الانونسمنت، الاعلانات، الاشعارات والملاحظات اللي بتنشرها الأوتوكاد أونلاين على مشتركين البرنامج، على مستخدمي الأوتوكاد. هلأ من هون من نيو بنبدأ دروينج جديد. إذا ضغطت نيو مباشرة دغري رح يفتح لي أكاد دي دبليو تي، رح يفتح لي هذا التمبلت الديفولت. فرح أضغط على نيو ورح يفتح لي هذا الدروينج. هلا هون مثل ما لكم شايفين في عنا أشرطة، شريط علوي، في عنا هاي المنطقة هون كمان شريط فيه قوائم كتير وأزرار كتير، في عنا هاي المساحة، كلهم هدول رح نتعرف عليهم هلا. بداية عنا بالزاوية العلوية اليمينية في عنا مثل أيقونة الأوتوكاد. هاي إذا ضغطنا عليها بنلاقي فيها القائمة فيها أشياء بنستعملها كتير، مثلا نيو ملف جديد، أوبن ملف، فتح ملف موجود عندي على الحاسوب، سيف حفظ، والسيف از اني احفظ الملف اللي عم بشتغل عليه بصيغة اخرى، باصدار اخر، بامتداد اخر كمان. في عندي الامبورت انه انا يا اصدر عندنا الملف، نعم، انه انا عندي انه الامبورت انه أحضر ملف من صيغ مختلفة من برامج مختلفة أجيبه على الأوتوكاد، والإكسبورت إنه أنا هذا الملف اللي عندي أصدره لبرامج تانية وصيغ تانية. طبعا في البرينت كمان طباعة. هاي بالنسبة لهاي القائمة اللي على الزاوية العليا اليسارية. ننتقل للشريط التحت اللي هو خلينا نسميه شريط القوائم، وهو يعني هو اسمه بالأوتوكاد هو اسمه ريبون أريا، بس خلينا نسميه شريط القوائم. ليش؟ لأنه فيه كتير قوائم، فيه بوابات أو تابس، الهوم تاب، الانسرت تاب، النوتيت تاب، وهيك إلى آخر هاي التابات. كل تاب فيه بانلز، لوحات.
مثلا هون بالهوم في عنا درو بانل، موديفاي بانل، انوتيشن بانل، لايرز بانل، وهكذا. كل بانل من هالبانلات فيها أوامر، في أوامر ظاهرة اللي هي بنستعملها أكتر شيء، وفي أوامر مجرد ما نضغط على السهم تظهر معنا اللي هي الأوامر اللي أقل استخداماً. هلا هاي البانلز ما هي ثابتة، يعني أنا ممكن إذا كنت عم برسم كتير مثلا معتمدة بهذا المشروع اللي أنا بشتغل فيه هلا حاليا على الدرو بانل، فبدي إياها تكون حاضرة قدامي أو بشكل أسهل علي ما كل مرة أحرك الماوس لفوق، فممكن أسحبها وأخليها عندي بالدروينج أريا بمساحة الرسم وأضل عم بستعملها، أضل عم أشتغل فيها. وممكن أرجعها كيف برجعها، في هون عندي زر صغير اسمه Return Panels to Reborn، بس أضغط عليه بيرجع لي إياها محل ما كانت. كيف بسحبه؟ بضغط على أي مساحة فاضية من الشريط وبخليه بالمكان اللي بيريحني، حتى أرجعه فيه عندي زر صغير هون بضغطه وبيعمل له Return. تمام. هلأ أنا ممكن يكون عندي استخدام يعني أحتاج الأمر هون مثلا الاس بي لاين فيت احتاجه اكثر من مره او اكثر من يعني عده مرات اثناء رسمي، وما بدي كل مره اعذب حالي بانه اضغط السهم واختاره وكذا، فبدي ضل ضل هاي البانل معمول لها اكسباند هيك تضلها مفتوحه. فكيف بعمل انا؟ بضغط على هاد الدبوس البن هون بتضلها مفتوحه، قد ما حركت ضمن مساحة العمل ما بتسكر، بس أخلص منها ممكن أشيل الدبوس وترجع تلقائيا تختفي. كمان إذا بدي أفتح ملفات كمان، يعني أنا فاتحة هذا الدروينج وأنا عم بشتغل فيه بدي أعمل ملف جديد، بكفي إني أضغط على إشارة الزائد هون لحتى يفتح لي تاب جديد وصفحة جديدة أبدأ فيها من الصفر، والإكس لحتى أسكر. هلا عندنا المساحة السوداء هون هي اسمها الدروينج اريا، يعني مساحة الرسم، فيها عناصر خلونا نحكي عنهم. مثلا بالزاوية اليسارية هون أعلى مساحة الرسم في عنا هون مكتوب توب 2D واير فريم كذا، هاي بتفيدنا كتير بال3D، يعني حاليا ما لها شغل معنا، اسمها نافيجيشن كنترولز. في عنا هون على الزاوية اليمينية فيو كيوب، كمان هذا بيفيدنا بال3D أكتر، هو فيه الاتجاهات الأربعة نورث ساوث ايست ويست، هذا بيفيدنا بالأوتوكاد 3D فقط. وفي عنا كمان تحت في عنا محاور الإحداثيات UCS، بالأسفل عنا الكوماند لاين وهو سر من أسرار الأوتوكاد، وهو شغلة كتير حلوة بالأوتوكاد، وهو باختصار كل أمر بالأوتوكاد له وجود على البانلز، وأيضا ممكن أنا أكتبه أدخله مانيوال يدويا، أدخله من الكوماند لاين. يعني مثلا أنا عندي هون أمر لاين بدي أرسم خط، اخترته من القائمة درو وبلشت أرسم. تمام. فيني كمان أدخله مانيوال بالكوماند لاين تحت شريط الأوامر، أكتب لاين وإنتر ويرسم لاين كمان، ونفس الشيء بالنسبة لباقي الأوامر. كل الأوامر إلى اختصارات وإلى تسميات ممكن نستعملها بالكوماند لاين، عوض ما ندور عليها بالقوائم هون نكون حفظانين اختصاراتها ونكتبها هون وندخلها بشكل يدوي. هذا الكوماند لاين بار هون. حتى في عنا الستاتوس بار، الستاتوس بار هذا رح نحكي عنه بدرس خاص بيه، هو كتير كتير مهم، وبس رح نتطرق له اليوم كمان، في بعض الأمور لازم نتعرف عليها ما نستنى لوقت يصير درسه. هلا كمان في شغلة صحيح كتير مهمة بهاي القائمة هون، انه الاوتوكاد فيه كتير اوامر، يعني ممكن ما اوصل للامر اللي بدي اياه، ممكن يفوتني، ممكن ما اعرف هو باي بانل موجود، فلحتى اتذكره بسهولة في عندي هون عند القائمة عند زر كنت الاوتوكاد في عندي شريط بحث بكتب فيه الامر اللي بدي اياه، وهو بيطالع لي كل الاوامر اللي مرتبطة فيه. مثلا أنا بدي أرسم دائرة وفاتني الأمر أو فاتني وين هو موجود بأي بانل، فشو بكتب؟ بكتب سيركل دائرة، فشوفوا شو طالع لي.
طلع لي رسم السيركل بمركز ونصف قطر، وطالع لي وين مكانه، موجودة بالهوم تاب بالدرو بانل كذا، وطالع لي رسم الدائرة بسنتر وقطر، رسم الدائرة بنقطتين، رسم الدائرة بثلاث نقط، طالع لي شو الأوامر المرتبطة بالسيركل زائد وين مكانه بالأوتوكاد، كمان طالع لي ريليتد ريزلت، أشياء ممكن تكون ذات صلة مثل الدونات مثلا، القرص، الاوفست، الدياميتر، هاي الاشياء كلها مرتبطه بالدائره، ممكن تكون لازمتني، بس انا ما خطر لي غير انه كلمه سيركل. فهي شغله كتير حلوه كمان بالاوتوكاد. تمام، في شي سؤال لحد هون؟ لا تمام، يعطيك العافية أستاذي. تمام، هلا بننتقل لشيء اسمه Navigation Tools أو أدوات التنقل. أدوات التنقل هي بتسمح لي بالتحرك بالمخطط عندي بدون ما أغير أو أضطر أحرك خطوطه، يعني أنا بتنقل بس بالرؤية بالفيو للمشهد فقط. خلوني أفتح هذا الملف الجاهز. أنا عندي هذا المخطط طابق أرضي لفيلا صغيرة، تمام؟ بدنا نجرب هلا نعمل تحريك زوم ونعمل تنقل ضمن هذا الملف بس باستخدام النافيجيشن تولز. مثلا اول شيء انا بدي اعمل زوم، بدي اعمل تقريب على طاولة الصفر هاي، فشو بعمل؟ بحط الكروسر، بحط مؤشر الماوس ضمن طاولة الصفر، وبدولاب الماوس سكرول الماوس بحركه للاعلى بيعمل لي زوم ان، بحركه للأسفل بيعمل لي زوم أوت. نفس الشي هون، أنا بحط مركز الكروسر على المكان اللي بدي إياه يقرب أو يبعد، وبحرك للأعلى بيقرب، للخلف بيبعد. طيب أنا ما بدي أستعمل السكرول، في عندي شغلة تانية، بضغط بالزر اليميني على أي مكان فاضي وبختار من الليست، بختار زوم. بس اخترت زوم بصير بضغط بالزر اليساري باستمرار وبرفع للأعلى بيعمل لي زوم، وبضغط باستمرار للأسفل بيعمل لي زوم أوت تصغير. تمام، كمان في عندي هون قائمة، عندي هون قائمة أو بار صغير اسمه النافيجيشن بار. هذا معلش النافيجيشن أستاذة، ممكن بس لو تعيدي فكرة الزوم إن والزوم أوت؟ تمام، مثلا أنا بدي أعمل زوم إن لهي الطاولة، بحط مؤشر الماوس على المكان اللي بدي أعمله زوم، مثلا أنا بدي أزوم على الطاولة، فبحط مؤشر الماوس عليها وبدور دولاب الماوس سكرول الماوس، بدوره للأعلى بيعمل لي زوم، برجع للخلف بدوره للخلف بيعمل لي زوم أوت بيصغر. نفس الشيء مثلا هون في حمام صغير، بحط مؤشر ماوس عليه وبدور السكرول بيعمل لي زوم ان، برجعه للخلف بيعمل لي زوم اوت. تمام، كمان في نعم، عندي يعطيك العافية. اذا ضغطت بالزر اليمين على اي مساحة فاضية بيطلع عندي زوم، بضلني ضغطة باستمرار على زر الماوس اليساري وبطلع لفوق بيعمل زوم ان، بنزل لتحت بيعمل زوم اوت، زوم ان زوم اوت. ايضا في عندي هون النافيجيشن بار يعني شريط التنقل، فيه كمان الزوم. هلا بجوز انتم ما تلاقوا عندكم، عادي هو على التاب اللي هون، ثواني، في هون تاب اسمه فيو، تروحوا عليه بيطلع لكم نافيجيشن بار، فيو كيوب، ويو سي اس. اذا مو مفعل عندكم النافيجيشن بار فعلوه دغري بيطلع النافيجيشن بار. تمام، هذا النافيجيشن بار هون فيه زوم، نضغط على السهم اللي تحت المكبرة فبيطلع لي زوم ان وزوم اوت اخر شيء، اذا ضغطت زوم ان بزوم، برجع بضغط عليها مرة تانية برجع بزوم، برجع بضغط عليها كمان بزوم، نفس الشيء بضغط على الزوم اوت بصغر، زوم اوت بصغر، زوم اوت بصغر، وهيك. ففي عنا 3 خيارات للزوم، اما عن طريق سكرول الماوس وهو اسهل شيء، أو عن طريق الضغط بالزر اليميني وأختار الزوم، وبصير باستمرار الضغط بالزر اليساري بطلع وبنزل بيكبر وبيصغر، أو عن طريق النافيجيشن بار هون.
عندي خيارات تانية للزوم، مثل مثلا الزوم اوبجكت. اذا ضغطنا على السهم هون بيطلع معنا زوم اوبجكت. هذا الزوم اوبجكت بخليني اختار عنصر وازوم عليه. مثلا انا بدي ازوم على هاي الكرسي الصغير هون، فانا بمجرد ما اختاره واضغط انتر بختاره وبضغط انتر بيعمل لي زوم عليها. اها، هاي هي الزوم اوبجكت. في عندي شيء تاني اسمه زوم ويندو. ايه تفضلي. طيب في عندي شيء تاني اسمه زوم ويندو. زوم ويندو يعني نافذة تقريب، نافذة تقريب خلينا نسميها. بتعطيني خيار انه انا احدد اطار وكل شيء ضمن هالاطار يتكبر. مثلا هلا انا ضغطت عليه فاعطاني مثل اشارة مستطيل جنب المكبرة، فانا بنقر نقرة وبرجع بنقر نقرة تانية على الزاوية المقابلة حتى ارسم هذا الاطار، وقوم بيزوم لي على العنصر اللي بدي انا ازوم عليه. مثلا انا بدي هون هذا الحمام، بضغط على الزوم ويندو برجع بضغط مرة تانية عمل لي زوم على هذا المكان. هاي الزوم ويندو. في عندي شيء اسمه كمان زوم اكستنت. هاي كتير رح نستعملها لما بكون عنا دروينج كبير، مخطط كبير او حتى الصغير، يعني بدي اعمل له فيت على قد الشاشة. يعني مثلا انا عم بشتغل بهي الجزئيه بهي التفاصيل، بعدين قررت انه انا بدي اشوفه ككامل يعني. فشو بعمل؟ اما بنقر نقرتين دبل كليك بدولاب الماوس، سكرول الماوس نقرتين بيعمل لي فيت للمخطط على كامل مساحه الرؤيه. وممكن كمان من النافيجيشن بار في عندي زوم اكستنس، مجرد ما اضغط عليها بيعدل لي المشهد وبيعمل لي اياه على قد مساحة الرؤية عندي. تمام. بس اعطوني دقيقتين وراجع بس ثانية. تمام. هلا في كمان عنا بالنافيجيشن بار في عنا أداة اسمها البان تول، والبان هي إيد، يعني هي عبارة عن إيد بتخليني أتحرك ضمن المشهد بدون ما أغير شيء بالخطوط. يعني ما بتقرب على الخطوط وما بتقرب على رسمية، بس بتعمل لي تنقل ضمن المشهد. منين بحصل عليها؟ أما بضغط بالزر اليميني وبختار بان سارتا يد، بصير بتنقل فيه هيك كأنه إيد، بس عم بسحب المخطط، ما بيأثر على الخطوط، ما بيأثر على الرسومات، ما بيأثر على شيء. أو بختار الإيد الموجودة هون بالنافيجيشن بار، بضغط عليها كمان بيعطيني بان تول. طبعا لأطلع من الأمر بضغط اسكيب. إذا ضغطت اسكيب بتروح البان تول. وفي عندي خيار تاني إنه هو سكرول الماوس نفسه، أنا بضغط عليه باستمرار وبتحرك، بضغط عليه باستمرار وبتحرك بيعمل لي نفس الشيء، بيعطيني نفس النتيجة. 3 خيارات للبانتول، إما من السكرول ماوس بضغط عليه باستمرار وبتحرك، أو في عندي بالزر اليميني بضغط بأي مكان فاضي وبختار بانتول، أو في عندي من النافيجيشن بار بختار البانتول هون حتى أطلع منه، إما بضغط بالزر اليميني وبختار إكزيت أو إسكيب. هلا بالنسبة للفيو كيوب هون عندنا، يا قلت لكم هو مفيد بس بال3D، ما رح يفيدنا هون أبدا. يعني مثلا رح أورجيكم شو بيعمل. إذا ضغطت على الزاوية بيعطيني إياها بهالشكل، فلما برفع 3D ببين معي البعد الثالث. أنا ما بيفيدني هون أبدا، فبس رح تقتصر فائدته معنا على هدول السهمين اللي هن بيحركوا لي الرؤية 90 درجة، إما باتجاه أو بعكس اتجاه عقارب الساعة. بس الرؤية، ما بيقلبوا الخطوط، ما بيعملوا تدوير لأي شيء، بس الرؤية تنقلب معي. تمام.
هاي بالنسبة للنافيجيشن تولز أو أدوات التنقل ضمن المشهد. هلا بدي أنتقل لنقطة مهمة وبسيطة اللي هي اسمها Coordinate System أو نظام الإحداثيات. نظام الإحداثيات عندي يا مثل ما بتعرفوا في محاور إحداثيات، يعني كونكم مهندسين أو طلاب هندسة بتعرفوا إنه في محاور إحداثيات متقاطعة بينتج معنا أماكن، بينتج معنا مبدأ الإحداثيات، وعن طريقها بنقدر نعرف إحداثيات أي نقطة بتنتمي لهالسيستم أو لهالنظام. فمثلا عندنا بالأوتوكاد محور واي، محور إكس، والمحور زد. نقطة تقاطعهم هي 0 0 0، أول 0 بترمز للإكس، ثاني 0 أو ثاني خانة بترمز للواي، ثالث خانة بترمز للزد. طبعا الزد ما بيبين معنا هلا لانه نحن 2D، هو عمودي على الشاشه نحن ما لنا شايفينه. تمام، فاذا عندنا نقطه بتكون احداثياتها اكس واي، الاولى الرقم الاول هو اكس والرقم الثاني هو الواي. هلا مثل ما لكم شايفين الشاشه مقسمه لشبكه، هو في شبكه، هاي المربعات الكبيره تحتوي على 10 مربعات صغيره. المربعات الصغيرة طول ضلعة يعادل 1 يونت، واحدة فقط، واحدة فقط، واحدة ممكن تكون سنتيمتر، ممكن تكون مليمتر، ممكن تكون إنش، حسب نحن النظام اللي بنقرره للواحدات. فكل مربع كبير بتقسم ل10 مربعات صغيرة بالطول 10 بالعرض. فإذا أردنا نعرف مكان أي نقطة بكفي نعرف إحداثيتها. مثلا هاي النقطة اللي هون إحداثياتها 7 7، ليش؟ تبعد عن واي 7 وبتبعد عن اكس 7، فهي إحداثياتها 7 7، قدرت أحدد مكانها. نفس الشيء بالنسبة لهي النقطة، إحداثياتها على الواي 10، إحداثياتها على الاكس 10، فأنا قدرت أحدد مكانها. فهذا هو نظام الإحداثيات، الكوردينيت سيستم باختصار يعني ببساطة شديدة. أما في عندنا نظام ثاني اسمه البولر سيستم، هو القطبي، يعني نظام الإحداثيات القطبي، لحتى نعرف مكان أي نقطة نحن بحاجة لطول ولزاوية. فمثلا هذا الرقم هو بيمثل طول وهذا الرقم بيمثل زاوية، هاي الإشارة بتمثل زاوية. حدا عم يحكي؟ صوتي عم بتكرر، عم يا ريت عم بميوت. تمام تمام قلت لكم بهذا النظام القطبي نحن بحاجة لبعد، عفوا النقطة بتتحدد ببعد عن نقطة مرجعية اللي هي محور نقطة مبدأ الإحداثيات، وأيضا بتتحدد بزاوية من اتجاه مرجعي. تمام، يعني من الزاوية 0. هذا الشكل رح نتعرف عليه، هنتطرق له كتير، مثلا طول زاوية برقم، هذا كتير رح يمر معنا بالدرس القادم باللاين، برسم الخطوط، كيف نرسم خطوط مائلة. بس هلا بكفي إنه نتعرف عليه بشكل سريع. لحد هون في شي سؤال؟ تمام، تمام، في شي سؤال؟ لا إلى الآن لا، كله تمام، تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا رح ننتقل لشي اسمه الوحدات. هلا نحن حكينا انه هذا المربع مقسوم ل10 مربعات صغيره، وطول كل ضلع مربع، كل مربع صغير طول ضلعه يعادل واحده. طيب هاي الواحده انا كيف بدي احددها؟ من خلال نافذه الواحدات، امر الواحدات يونت. كيف بنحصل عليه؟ اما بنضغط على قائمه الاوتوكاد هون، وفي عنا قبل الاخير drawing utilities، وفي عنا هون يونت نختارها تطلع معنا النافذه drawing units، او عن طريق الكوماند بار تحت نضغط يو ان اللي هي اختصار اليونت، يو ان وانتر تطلع لي هاي القائمة. هلا هاي القائمة الدروينج يونت فيها 3 اقسام، القسم الاول لينك اللي هو نظام قياس الاطوال، القسم الثاني انجل اللي هو نظام قياس الزوايا، والقسم الاخير اللي هو انسرشن سكيل. تمام، بس ثواني.
تمام. عفوا. تمام. الدروينج يونتس فيها 3 أقسام: اللينث والانجل والانسرشن سكيل. أول شيء اللينث نظام قياس الأطوال، والانجل نظام قياس الزوايا، والانسرشن سكيل يعني كل واحدة كم تعادل. خلينا نبلش باللينث. في عنا أنواع لقياس الأطوال مثل ما بتعرفوا، إما ديسيمال العشري أو أركيتكتشرال، ممكن يكون بالإنش والفيت وال يعني القدم والبوصة، حسب بعض الدول بتستعمل هالنظام. في فريكشنال الكسري، وفي ساينتيفيك اللي بيكون فيه رموز. نحن بالعادة ببلادنا بنستعمل الديسيمال. البريسيجن يعني الدقة، يعني أنا كم رقم بعد الفاصلة بدي الأوتوكاد يطالع لي. فغالبا نحن بنختار 0.02، يعني خانتين بعد الفاصلة بكفي. ننتقل لنظام قياس الزوايا. تختار النظام اللي بالعادة المتعارفة عليه برسم المخططات في بلدك، غالبا والمفضل هو الديزيمال ديجري. والبريسيجن يعني نحن كم رقم بعد الفاصلة بدنا الأوتوكاد يطالع لنا، كفي رقم واحد. هلا الانسيرشن سكيل يعني اليونت الواحدة كم تعادل، اليونت اللي هي ضلع المربع الصغير، كل يونت كم شو، ممكن تكون انش، ممكن تكون فيت، ممكن تكون متر، ممكن تكون سنتيمتر. نحن بنختار، انا اخترت سنتيمتر لان بالعاده برسم بالسنتيمتر. تمام. بعدين بنضغط اوكي، هيك بنكون عملنا بريست لليونت تبعنا، نحن بدنا نرسم بهذا الشكل. هي بالنسبه لليونت. في شي سؤال؟ لا تمام. تمام. هلا بننتقل تحت على الستاتوس بار. الستاتوس بار او شريط الحالة خلونا نسميه. رح اعطيكم بس اهم كم واحد، نحن رح نشرحه بشكل مفصل بس لحتى نقدر نمشي بالدروس القادمة بدنا نتعلم كم امر. اول شيء في عنا هون الجريد او الشبكة، شو جريد، او اما بنظهرها او بنخفيها، نضغط عليها بتختفي او نضغط عليها بترجع بتظهر. في عنا اللي جنبها اللي هي سناب مود، هي عبارة عن شبكة وهمية بتعمل نقاط بتجذب الماوس لإلها، يعني بصراحة أنا ما شفت حدا فعلها قبل هالمرة لأنه بتعمل مشاكل كتير. في عنا هون الدايناميك انبوت، بجوز ما تلاقوه عندكم بالشريط، فكيف بتطالعوه؟ بتضغطوا على هاي الخطوط الكستمايزيشن وبتختاروا الدايناميك انبوت، تحطوا عليها إشارة صح بتقوم بتلاقوها هون. الدايناميك انبوت هي عبارة عن كوماند لاين صغير بيجي جنب الماوس، أنا رح أفعله، رح ارسم لاين مثلا، شوفوا بلش يطلع لي نفس الكلام المكتوب بالكوماند لاين تحت، يعني مثلا specify first point، تحت مكتوب كمان هون specify first point، يعني هو مثل كوماند لاين بس صغير وجنب المؤشر. تمام. ممكن تفعلوه ممكن تشيلوه. في عندي الاورثو او النظام اللي بيخليني ارسم زوايا قائمة فقط، خطوط شاقولية وافقية، لما بفعله بجي ارسم لاين مثلا بيعمل لي خط أفقي أو خط شاقولي حصرا، ما بيعمل لي أكتر من هيك. لما بحاول أرسم بالمايل ما بقدر، برسم لي فقط خطوط شاقولية وأفقية. في عنا البولر تراكينج. البولر تراكينج اللي هو بيرسم لي أو بيعمل لي محاور وهمية بالزوايا الشهيرة، مثلا أنا اخترته وفعلته وبدي أرسم لاين، بشوفه كيف حط لي محور وهمي على الزاوية 0، محور وهمي على الزاوية 30، محور وهمي عند الزاوية 60، محور وهمي عند الزاوية 90، حتى يسهل علي الرسم، يعني دغري أعطاني الزوايا الشهيرة حتى ما أتعذب بإدخال الزوايا. هذا البولر تراكينج. في عندي كمان الأوبجكت سناب تراكينج، هذا من فعله. وفي عندي الاوبجكت سناب. الاوبجكت سناب هون هو بيطالع لي اهم النقاط في الشكل الهندسي، مثلا خلونا نرسم مستطيل ونرسم دائره، فمثلا شو اهم النقاط بهالشكل الهندسي؟ اذا جيت بدي ارسم نقطه النهايه الاند بوينت، نقطه منتصف الضلع، دغري بيعطيني اشاره وين هي، بالنسبه للدائره بيعطيني وين مركزها، بيعطيني الارباع، نقاط الارباع اللي فيها، يعني بيعطيني أهم النقاط اللي ممكن تلزمني أثناء الرسم. بالضغط على السهم جنبه
طلع معنا شو هي النقاط. في عنا end point، في عنا mid point، في عنا center، في عنا الانترسكشن يعني نقطة التقاطع، خطين متقاطعين بيعطينا النقطة تبعيتهم. حاليا حاولوا انه هدول الأربعة يكونوا مفعالين، هدول الأربع نقاط يكونوا على جنبهم إشارة صح لحتى نقدر نكمل باقي الدروس. إن شاء الله كلهم يعني رح نتعرف عليهم وحدة وحدة، بس هدول هلأ حاليا أهم أربعة. هلأ ننتقل لنقطة كتير مهمة، إنه إحنا هلأ اشتغلنا وعملنا وحدات الملف وظبطناها وعملناها بالسنتيمتر وظبطنا الدقة تبعيتها، وهون عند الستاتوس بار اخترنا الأوامر اللي بدنا إياها تكون موجودة وعملنا إعدادات خاصة فينا. معقول بس نسكر الأوتوكاد تروح كلياتها؟ يعني هي رح تروح إذا سكرنا، بس نحن لازم لحتى نقدر نحافظ على هاي البريست وما تروح من ايدنا. كل مره كل ما نرجع نرسم نرجع نعيدها من اول وجديد. في شيء اسمه نحفظ هذا الملف اللي نحن عملناه اللي نحن جهزناه، نحفظه كتمبلت كنموذج. يعني كل مره انا ببلش منه وخلص، انا جهزت الاعدادات اللي بتناسبني، الخطوط اللي بتريحني، اعدادات الطباعه اللي بتناسبني، بجهزها وبعملها كتمبلت خاص فيني. وقت الشغل دغري بفتح تمبلت صفر اللي انا عملته وبرسم فيه، خلص انا اختصرت وقتها لحالي. فكيف هذا الشيء بنعمله؟ هلا مثلا انا هذا الدروينج وان هون فاضي ما فيه شيء، ظبطت الاعدادات فيه، ظبطت الاشياء اللي بدي اياها، كولر تراكينج هاي ما بدي اياها، تمام ظبطت كل شيء فيه، اتاكد من اليونتس مثل ما بدي. كمان شو بعمل؟ لحتى احفظها كتمبلت بضغط على هي القائمه، بعمل سيف از، بختار بضغط ما بضغط على شيء بس بحط المؤشر على سيف اس، وقوم بيطلع لي دروينج تمبلت بضغط عليه وقوم بيقول لي سمي. مثلا رح اسمي سنة، وبكون صيغته دي دبليو تي، احطه على الديسكتوب واعمل له سيف. هون الديسكريبشن دي اللي يسميه يعني شو بدك وصفه، فهو هو موصفه لحاله انترناشونال بالسنتيمتر. مثلا ممكن انتم تكتبوا مثلا انه هذا للانتيريور ديزاين، مثلا فيه يعني فيه اعدادات بتخصكم مرتبطه بالانتيريور، لا ممكن يكون قياساته اكبر لللاندسكيب. يعني انتم بتكتبوا الوصف اللي بخليكم تتذكروا لشو هذا التمبلت واوكي. هلا لما بجي هلا بلاقيه على سطح المكتب عندي ملف جاهز، تمبلت جاهز، كل ما بستعمله بيرجع بينحفظ مره، كل ما بستعمله بلاقي فيه نفس الاعدادات جاهزة. ممكن تحفظوها على الديسكتوب، ممكن لا تخلوه بين التمبلتس وعادي يعني. يعني هيك save as drawing templates وتخلوه بين التمبلتس وما تغيروا موقعه، تخلوه على تخلوه بين التمبلتس ما تنقلوه على الديسكتوب، سموه بالاسم اللي بدكم اياه وسيف. تمام لهون؟ تمام اوكي. هلا انا استعملت هذا التمبلت اللي انا عملت اعداداته وحفظته، تلقائيا لما بضغط اشاره زائد معلش بيرجع بيفتح لي نفس هذا التمبلت، نفس اللي كنت عم بشتغل فيه بيرجع بيفتح لي مثله. ايه تفضل. بخصوص هذه رسمه الدائره اللي موجوده، ايه معلش بس عشان شويه اتلبس علي الوضع، معلش سيديها. رسمة الدائرة وين؟ اللي مسحتها؟ هذه اللي تحت جنب الزاوية القائمة هاي؟ هي القائمة حقتها، مو هي اللي حاطة عليها إشارة الماوس؟ أيوه أيوه هي تمام. هذا البولر تراكينج قلت لك بيعمل بيرسم لك محاور وهمية بأشهر الزوايا، بحيث أنت ما تضطر إنه ترجع ترسم خطوط مائلة وتحدد زواياها وما بعرف شو، لا بيسهل عليك. أنا مثلا بدي أرسم لاين، حطيت الانتر هو اختصار الامر لاين، وجيت بدي ارسم خط على الزاويه 30 دغري، هو اعطاني خط محور وهمي عند الزاويه 30 لانه الزاويه 30 شهيره. نفس الشيء بالنسبه للزاويه 60، اعطاني محور وهمي بيوصلني للزاويه 60 بدون ما اتعذب. نفس الشيء بالنسبه للزاويه 90، الزاويه 120، يعني هو هذا المحور هو مو حقيقي، هو محور وهمي، ومجرد ما ارسم اللاين رح يروح يختفي، بس هو بيأشر لي على انه انت وصلتي على الزاويه 30، بدك ترسمي خط هون، وصلتي على الزاويه 60، بدك ترسمي خط هون ولا لا.
هل تمام. هذه الزوايا ممكن أعدل عليها ايه طبعا ولا؟ طبعا، هون في عندك السهم جنبه في خيارات، ممكن كل 90 درجة يطلع لك خط وهمي، ممكن كل 45 درجة يطلع لك خط وهمي، ممكن أقل، وممكن الرقم أنت تختاره. هذا الشيء رح يعني رح نعمله بدرس قادم إن شاء الله. ممكن أنت تقرر كل كم زاوية، كل كم درجة بيطلع لك خط وهمي. شكرا، يعطيك العافية. يعني حسب الشغل اللي انت عم تشتغله. ايوه ايه يعني يعني غالب المهندسين وقفوا عند ال 45 درجه، وقفوا عند 30، وقفوا عند ال 60، عند ال 90، لانه هدول اشهر شيء، اشهر الزوايا. بس انت ممكن تعمل بولر تراكنج لزوايا ثانيه. انت مثلا مشروعك فيه كتير زوايا 15 مثلا، ففيك تعدل وتعمل كل 15 درجه. يعني هذا الشيء ان شاء الله رح يمر معنا بالدرس القادم، يعني بدرس قادم ان شاء الله. هلا بقيان عندنا نقطة أخيرة. اللي هي السلكتنج بالأوتوكاد، يعني التحديد. هلا أنا بدي عندي عناصر مرسومة هون وبدي أحددها. فشو بعمل؟ بس بنقر عليها بالزر اليساري، بنقر عليها بالزر اليساري نقرة واحدة. فشو بصير لونها؟ بصير مضواية هايلايتد، وبيطلع عليها نقط زرقاء. هاي النقط الزرقاء اسمهم جريبس، هدول لهم وظيفة إن شاء الله نحكي عنهم بعدين. هلا هيك يعني الخطوط هاي محددة، برجع بنقر هون تحدد، هاي محددة. طيب أنا بدي ألغي التحديد، بضغط اسكيب بس. طيب أنا حددت هاد وهاد وهاد وهاد، بس اكتشفت إنه أنا ما بدي هاد الأخير، فشو بعمل؟ بضغط شيفت، بضل ضغطة باستمرار، وبضغط على العنصر اللي بدي أشيله من التحديد بيروح. شفت؟ باستمرار مع ضغطة بيشيل التحديد. هاي بالنسبة للتحديد وحدة وحدة. طيب أنا بدي أحدد يعني أحدد عدة عناصر مع بعض. ففي عندي شيء اسمه أول شيء Selecting Window. شو هي؟ بضغط ضغطة وحدة من اليمين، عفوا من اليسار بضغط وبتجه لليمين. هاي اسمها selecting window، بكون لونها أزرق. كل شيء داخل هاي النافذة، كل شيء عناصر كاملة داخل هاي النافذة بتتحدد. طيب إذا جيت من اليمين، إذا جيت من اليمين تكون نافذة خضراء حدودها منقطة، هي بنسميها crossing window. هاي كل شيء بيلامس حدودها حتى لو ما كان بشكل كامل. شوفوا هذا القوس لامس حدودها بس ما كان بشكل كامل ضمنها، مجرد ما أنقر رح يتحدد كمان. كل شيء بيلامس حدود الكروسنج ويندو رح يدخل معنا. كل شيء ضمن السلكتنج ويندو اللي هي من اليسار، كل شيء ضمنه فقط بتحدد حتى لو لامس حدودها، بده يكون ضمنه بشكل كامل. اما الكروسنج ويندو لا، كل شيء بيلامس حدودها بيدخل معنا. يعني هي على الممارسة ان شاء الله يعني سهلة عليكم. في شيء عندي ثاني اسمه اللازو سلكشن. بضغط كليك عادية وبضل مستمرة بالضغط، فبيعمل لي مثل تحديد حر. كل شيء ضمن هاي الغيمة اللي طلعت معي، كل شيء ضمنها بيكون محدد. مثلا هون الضغط مستمر بالماوس، تحدد كل شيء ضمن الخط الوهمي اللي رسمته. تمام هيك؟ في شي سؤال؟ لا تمام. شكرا، واضح. طيب معناته نحن هيك لليوم نكون خالصين. انا بس بدي اراجع بسرعة اللي اخذناه اللي مر معنا. اول شي حكينا عن الستارت سكرين، شاشة البدء. حكينا انه فيها اوبن ونيو، اوبن للملفات الموجودة عندي اياها، النيو للملفات الجديدة اللي بدي اشتغل عليها. لما بضغط عليها بيطلع لي عدة عفوا بيطلع لي تمبلتس اللي الموجودة بالاوتوكاد، بيطلع لي التمبلتس اللي انا عاملتها حتى كمان. شوفوا هون، هلا انا هذا عملته انتيرير، هذا الديفولت تبع الاوتوكاد اكاد دوت دي دبليو تي. الريسنت هي الملفات اللي مفتوحه مؤخرا. اذا انا عندي ملف عم بشتغل عليه ممكن اعمل له يضله ثابت ما يتاثر، قد ما اجت ملفات وفتحتها ما بينزل بيضله، اذا شلت البن بيروح.
الانونسمنتس اللي هي اشعارات. اذا فتحنا ملف هون في عنا هاي الايقونه قلت لكم في اهم القائمه مستعمله كثير للنيو والاوبن والسيف السيف از امبورت. في عنا هذا الشريط اللي هو او هاي المساحه اللي هي الريبون اريا اللي فيها شريط هي شريط القوائم فيها ابواب خلينا نسميها او تابز. هاي كل تاب فيه بانلز كل بانل فيه اوامر عديده اما من الخارج بتكون الاوامر الاكثر استعمالا لما بنوسعها تطلع معنا الاوامر الثانيه الاقل استعمالا. هاي البانلز لو سمحت يا دكتوره، هي تفضل. إذا مثلا بحفظ في الأوتوكاد مشروع عشان أفتحه في الـ 3D Max بعدين، تمام. كيف أفتحه حفظ عشان ينفتح في الـ 3D Max؟ يعني جربت في as us وحفظته برضو ما فتح في الـ 3D Max. تكرم أنا رح هذا يعني هذا يعني خارج الدورة هلأ رح أبعت لك إياه على المجموعة ماشي؟ أبعت لك ماشي، يعطيك العافية. الله يسلمك الله يعافيك. تمام أخذنا إنه هدول اللي ممكن نقدر نسحبهم هدول البانلز ممكن نقدر نرجعهم. الزر الصغير موجود هون تمام. حكينا كمان حكينا عن الكوماند لاين إنه هو نقدر نكتب فيه الأوامر مانيوالي وندخلها بشكل مانيوالي بدل ما ندور عليها بالقوائم. إذا كنا حافظين اختصاراتها ممكن ندخلها بالكوماند لاين. حكينا عن الستاتوس بار شريط الحالة إنه هو كتير بيساعد أثناء الرسم فيه خيارات مساعدة أثناء الرسم. قلنا إنه في كمان عنا خيار كتير حلو إذا ضيعنا الأمر وفاتنا هو بأي بانل موجود بأي قائمة ممكن من خلال البحث عنه عن كلمة رئيسية فيه يطلع لنا عدة خيارات مرتبطة فيه زائد وين مكانه بالأوتوكاد. حكينا عن نافيجيشن تول التنقل حكينا عن الزوم إنه ممكن بسكرول ماوس نعمل زوم إن وزوم أوت. عن البان تول حكينا أيضا ممكن بسكرول ماوس الضغط المستمر عليها نحصل على البان تول. حكينا عن الزوم اكستنس نقرتين على الدولاب دولاب الماوس بيعمل لي انه يجعل الدروينج هو الرسمة تبعيتي على قد مساحة الرؤية. حكينا عن نظام الاحداثيات وهذا نظام الاحداثيات رح نتعرف عليه بشكل كبير يعني بكره ان شاء الله بس نرسم اللاين رح يعني رح يكون واضح بالنسبة لكم اكثر. ايضا حكينا عن اليونتس كيف بننظم اليونتس انه يو ان انتر او من خلال او من خلال قائمه الاوتوكاد يوتيليتي دروينج يوتيليتيز ويونتس. نعدل على اليونتس الشيء نحن اللي بدنا اياه ديسيمال سنتيمتر الدرجات اللي بدنا اياها بنحفظها. حكينا انه كيف نحفظ هاي الاعدادات كتمبلت خاص فينا ايضا. وحكينا عن التحديد كيف بنحدد اما وحده او عن طريق نوافذ selecting window قلنا هي من اليمين لليسار من اليسار لليمين عفوا وكل شيء داخل هاي النافذه بيكون محدد اما من اليمين لليسار crossing window كل شيء بيلامس حدود هاي النافذه بيتحدد معنا. واللازو قلنا آخر شيء إنه أنا بضغط باستمرار بالماوس وبيعمل لي مثل رسم خط حر كل شيء ضمن هذا الخط الحر بيتحدد معي. وإن شاء الله يكون المحاضرة مفهومة وسهلة وواضحة عليكم. في أي استفسار وأي سؤال؟ سمحتي اختفت الريبون بار كيف ترجعيها؟ هل أنت اختفت معك؟ مرة من مرة دحين موجودة بس مرة اختفت وكيف أرجعها؟ مرة ثواني. طب ثواني خليني أوقف الريكورد عشان ما يطول الدرس وبجاوبك عليها. في شي سؤال ثاني؟ الدرس لا بس أنا عندي سؤال عن موضوع شراء الأوتوكاد بس. يلا بس ثواني عشان أوقف الريكورد.